ليليا عندها سحر خاص ملغري كل شيء، برشا ستريس في الليليا، برشا خدمة، مش ديما الأمور تمشي كيف ما تحب، يصيروا حاجات اللي أنت ما تمنيش أنهم يصيروا إلا حاجات بون. أما تقعد ليليا ديما ليليا البيت اللي يضم ثقافات متنوعة وبرشا ناس والعديد يعني من وجهات النظر. احنا في الإذاعة نتعلم ومزلنا ونقعد ديما نتعلم الخدمة ملغري اللي عندنا تويكة تبارك الله يعني 15 سنة يعني خبرة في الإذاعة، ما نقعد ديما نتعلم. وهذا سحر يظل الإذاعة أنك تدفعك أنك تنوع تجاربك الإذاعية. أنا شخصيا تعديت برشا تجارب، كانوا لي برامج اللي هكا خاصين شوية ممكن نفسي حميمي شوية، بعد نوعت التجارب دخلنا التجربة هذه جديدة ترهن عليها إذاعة الشباب اللي هي تجربة التشغيل في برنامج خذ فرصتك اللي تعدى من 3 للجمعة من 10 إلى 11:30. دونك رهان كبير، ان شاء الله احنا ننجحوا في انه نكونوا من بين الناس اللي يدفعوا عجله التشغيل في بلادنا. التعامل مش سهل هنا، حتى تتعامل مع شباب تونسي عنده برشا طموح، تتعامل مع فرص تشغيل ماهيش بالقدر الكافي في مستوى الكم، ماهيش بالقدر الكافي في مستوى النوعيه كما يطمح شاب تونسي انجينيور يبدا عنده والا انسان والا دكتوران. دونك نحاولوا نوفقوا بين الاطراف الكل، واحنا هذا توجه البرنامج انه نقربوا زوز اطراف، الطرف المشغل والطرف اللي يبحث على شغل، ونحاولوا نقربوا زوز اطراف، نجريوا لقاء عمل بمنتهى الشفافية. وإثر لقاء العمل هذه ممكن يقع انتداب الأشخاص هذوما الشباب التونسة. نحب نوجه تحية هنا ما نفوتنيش باش نوجه تحية للشباب التونسي اللي جينا من داخل الجمهورية، تحية إكبار ليهم وتحية شكر خاصة للناس اللي يجيونا يأمنوا بينا، يجيونا من القسرين، يجيونا من سيدي بوزيد، من قفصة، وحتى من تطاوين. دونك في هاليوم هذي من نجمه كله كان إن شاء الله تحية الإذاعة، وإن شاء الله الإذاعة ديما من حسن إلى أحسن، وبالنقد الذاتي والنقد الداخلي ذول نجمو نتطوروا ونجمو نتحسن. سبل تطوير الإذاعة القطاع العمومي، كيف نحطوا الإذاعة في إطار عام، يعني القطاع العمومي اليوم يواجه برشا صعوبات في إطار المنافسة الشديدة اللي نجمو نقولوا شرسة في المشهد الإعلامي التونسي. دونك القطاع العمومي بشكل عام مدعو إلى التخلص أو على الأقل التخفيف من البيروقراطية اللي ساعات تولي عائق قدام طموح المنشط وإلا قدام سرعة تنفيذ بعض المخططات لبعض البرامج. القطاع العمومي مطالب بدورات تكوينية، التكوين المستمر للصحفيين باش يواكبوا موجة التطورات وكل ما هو عصري وحديث، باش هكاك الإذاعة تكون الإذاعة العمومية إذاعة بالحق، إذاعة مواكبة للأحداث ومواكبة للمشاغل التونسي. الإذاعة اليوم مطلوب منها أنها السرعة، مطلوب منها المواكبة، ومطلوب منها التحليل المحايد، ومطلوب زادا من أبناء القطاع أنهم يفعلوا القوانين اللي تحمي وتنظم قطاع الصحافة وقطاع الإعلام. رسالتي للمستمعين أنه يقعدوا إن شاء الله ديما أوفياء إذاعة الشباب، الإذاعة اللي كانت ديما عندها خصوصية، الإذاعة اللي مع مر السنوات قعدت محافظة على شبابها، اللي هي ما تنجم تتقدم كان باقتراحاتهم، كان بتصوراتهم، كان بمواكبتها زادا لها التطورات هذية وكل ما ينجم يجد على الساحة السياسية الاجتماعية الاقتصادية. تحية مرة أخرى لمختلف الجهات اللي أمنوا بإذاعة الشباب واللي توصلنا منهم ديما دي ميساج. نشكر مختلف العاملين في إذاعة الشباب بما أني أنا طرف في إذاعة الشباب، ونتمنى إن شاء الله يوم عالمي سعيد على كل الصحفيين وعلى كل الدار الإعلامية بشكل عام في تونس. سهلة السلطاني، إذاعة الشباب. اليوم العالمي للإذاعة نتوجه بتحية وتهنئة لكل الإذاعيين القدم والجدد، نساء رجال، مناسبة كبيرة بالنسبة لي أنا على خاطر في نهار كما كان نستحضر كل الأسماء اللي تعدات قبل من نفس الاستوديو وقدام نفس الميكرو اللي احنا خدمنا فيه أيضا لسنوات واللي بعده شاركوا بنا أجيال. نتذكر برشا أسماء كبيرة طبعا، نجيب الخطاب الله يرحمه صالح شغام، مبروك بن عبد العزيز اللي بيطول في عمره، عبد العزيز العروي، عليا بابا
وملكة بالخامسة نجوى إكرام، صالح جرام، بشير رجب معانا للدور بطول في عمره. فجيلنا احنا الجيل الثاني وبعد احنا الجيل الثالث، جيل جديد تولي جاي معانا، فنستحضرهم الكل. وايضا تحية لكل إذاعات الجهوية، لانه احنا طبعا اذا كان يتحدث كل إذاعة وخاصة الإعلام العمومي نقول الإذاعات المركزية الأربعة وكذلك الإذاعات الجهوية الخمسة. أيضا نقول الشعار بالنسبة لسنا لاحتفالات سنا يهمني شخصيا، لأنه يتحدث على المرأة ودور المرأة. أغلب المتميزين في معهد الصحافة ولا في غيره من المعاهد الأخرى الطالبات اللي يتخرجوا كان جاءوا نحسبوهم، وثم إحصائيات معناها الأخيرة اللي قدمها معهد الإحصاء، الفتيات تيدوا معناها في الأعداد هما اللي أقبل، ولكن أم بعد كيف يوصلوا لهوني ياخذوا البرامج وإلى المجالات اللي هكا سوفت لايت بالمقارنة مع الرجل اللي يصدم يمشي للعمل الميداني أكثر، يخصص فيه الكثير من الجهد والوقت، ممكن عنده جرى أكثر، ممكن ما ثم شكون مشجع ولا حاط قدامه مثل، وديما جديد يبني على القديم. فشاب جديد توا تخرج من معهد الصحافة أكيد عنده صورة مثالية لرجل كان ناشط جدا في مجال الصحافة والإعلام. المرأة تقول لك أي نعمل كما اللي عملوا قبل، حصة المرأة، الطبخ، الجمال، الأناقة، فهذه اللي ما نحبوش يتواصل. بصراحة أنا ميالة برشا للمرأة وندافع عليها على غالب، على خاطر نعرف اللي هي متميزة من صغرتها، عليها برشا مسؤوليات اللي هي صغيرة نعرفها لناضجة مقارنة حتى بفتيات المجتمعات الأخرى. بصراحة المجتمعات الأوروبية تنجح وين تحطها، معناها تنجم تتهنى بها. فنتمنى أنه هالصفات هذه الخصال هذه الإيجابية جدا توظفها في المجال الإعلامي، على خاطر أكيد السياسة من نظرة المرأة باش تعطينا نتيجة حلوة برشا، أجمل، ألطف وواقعية أكثر. المرأة كيف تحدث على الفلاحة أكيد باش تضفي عليها طابع إنساني جمالي أكثر حتى من الرجل على غالب. يعني سامحوني طبعا الرجال هما ممكن سباقين وإلا يجنقلوا في 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 مجالات أخرى، ولكن ما نعرفش أنا حتى ماتش متاع كورة كيف نسمع معلقة رياضية بكلك الحماس وكيفاش تستعمل فيك لي مو تكنيك متاع الرياضة. فبصراحة نميل لها أكثر منك، لخاطر الرياضة مش بشرط معناها كل حدة في الصوت ولا صوت خشين وصوت جهوري ومحلاها حتى ملاكمة تعلق عليها مثلا أنثى. ما نعرفش أنا يلزمني مادامني صحفية ومادامني امرأة فندافع زاعة على المرأة الناجحة والمتميزة واللي تحب تلقى عندها مكان في الإذاعة وحتى تزاحم الرجال. فلما لا، وإن شاء الله كل عام والكلنا بألف خير، كل عام والإعلام العمومي اللي قاعد يلقى في منافسة كبيرة برشا طبعا من الإعلام الخاص والإعلام الإلكتروني واللي فيه برشا تجاري اللي فيه برشا مستشهرين برشا بيبليسيتي، ولكن احنا الإعلام العمومي ديما شغلنا الشاغل هي الرسالة اللي تحب توجهها للناس كينها، مش وعظ وإرشاد، ولكن مسؤوليتنا كبيرة وبرشا حاجات فيها إحباط وفيها تخفيض من نسبة المعنويات. ولكن نقول راهو حتى العرق هذه جميل، حتى العراقيل هذه جميلة، على خاطر وبيناتنا وتنجر، لأنه كل صعوبة باش تخلق إنسان متدرب أكثر وناضج أكثر وعنده من الخبرة اللي فيه. فالصعوبة هذه ما تحكوش منها، ما تفدوش منها، أنا متأكدة اللي بعد باش تنتج ثمرة جميلة برشا حتى أنفسكم وقت تعاودوا ترجعوا الميكروفون وقت تعاودوا تقفوا حتى قدام الكاميرا باش تلقاو رواحكم ياسر تمرستوا وكسبتوا خبره اكثرها جات من الصعوبه اللي قال لكم لا، اللي قال لكم راكم غلطين، اللي قال لكم لا ما تعرفوش تخدموا لا مش هكا لا لا لا. هذيك هو اللي باش يخلينا نتطوروا. فديما المعنويات لازمها تكون مرتفعه وديما نغزروا الغدوه اللي عملنا باش يكون احسن، واحنا ان شاء الله باش نكونوا قدوه ديما هكا. واحد يحط في باله يرفع معنوياته طبعا باش نكونوا مثل، وان شاء الله اذا كان واحد يخدم وما يقولش انا نتمنى ان يكون مدرسه نهار اخر فهو غلط من الاساس. فان شاء الله نكونوا مدارس، وكل عام وانتم حيين خير، كل سنه سعيدين. الاذاعه الوطنيه عام وانتم حيين خير، كل عام والاعلاميين والمرشدين والتقنيين والصحفيين وكل الذين يشتغلون في القطاع الاذاعي الاعلامي السمعي بالف خير سواء عمومي او خاص. حبيت نقول كلمه لكل الاعلاميين، احنا يزمنا نخدموا من اجل ان نبلغوا المعلومه، من اجل ايضا نصلوا للناس، ان نقربوا من الناس من خلال اذاعه القرب. وحبيت طبعا نحيي الساده المستمعين اللي هما في تفاعل معنا ونحن نشتغل من اجلهم، وان شاء الله كما تعودنا في كل مساحاتنا التنشيطيه أن تكون الإذاعة إذاعة القرب، إذاعة المحبة، لأنه نشتغل بتلك الحميمية اللي تجمعنا بالناس
وإن شاء الله القادم أفضل، لأنه تبقى دائما الإذاعة في الصدارة وتبقى دائما متاحة عند الناس الكل في أي مكان في أي موقع، في الدار في السيارة في الحقل، وإن شاء الله المستمع دائما يبقى وفي الإذاعة، لأنه الإذاعة العمومية بصفة عام والإذاعة الوطنية عندها دور خدماتي بالأساس، لأنه المصداقية تلقاها في هذه الإذاعة. وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. معكم أنيس الحرزي منشط ومقدم برامج بالإذاعة الوطنية. روح أخوهم الكبير باعتبار أني قديم شوية وبديت في الإذاعة من الثمانينات، صحيح في السبور أنتجت العديد من برامج، من خلال خبرتي نحاول نتواصل مع المنشطين يشاوروني في اختيار الضيوف باش ننسق باش ما يقعش ربما إعادة نفس الضيف في نفس البرامج. نحاول برامجنا تكون قريبة للمستمع، احنا نتوجه للشباب، برامجنا تكون مفيدة لأن احنا مرفق عمومي، مرفق عمومي عنده مسؤولية في تقديم خدمات وبرامج فيها خدمات وفيها إفادة وفيها إعانة للشاب، سواء كان للبحث عن مواطن شغل لتكوينه العلمي وتكوينه الأكاديمي. نعتبر أنه الإذاعة تقعد هي ديما وسيلة اللي ما تموتش رغم التطور اللي تعرفوا وسائل الاتصال الحديثة، سواء كان في الانترنت في غزو التلفازات، في رغم تعدد إذن وسائل الاتصال الحديثة الراديو ديما عنده شرم بتاعه، لأنه ينجم يكون شاب حتى في ماشي في الشارع ولا قاعد يراجع يقعد ديما ترانزستور هو الرفيق الدائم ليه. والآن مع وجود الانترنت ولا بستريمينج ينجم يتبع الإذاعة، مسؤوليتنا مسؤولية كبيرة، نقعد ديما في انتظار تطلعات الشباب اقتراحاتهم. برامجنا التفاعلية، برامج إذاعة شباب تفاعلية، إذاعة شباب نجم نقولوا تولدت كبيرة لأن بدأت تقريبا من أواسط التسعينات، لكن الأجيال اللي تعاقبت عليها أجيال يشهد لها يشهد لكفاءتها موجودة في أغلب الفضائيات وأغلب وسائل الاتصال الموجودة. احنا هذا حملنا مسؤولية كبيرة باش نواصلوا في نفس المنهاج ونواصلوا نحافظوا على هالقيمة الثابتة هي إذاعة الشباب. مع تحياتي حاتم من أمنا. Alors les moyens de communication moderne, j'avoue que j'ai dû faire beaucoup d'efforts question technologie moderne parce que cela facilite énormément le travail, mais quand je n'y arrive pas je sais qu'il y a mes amis du portail qui sont là pour le faire, donc merci le portail. Donc nous sommes le 13 février et j'ai une pensée profonde à tous les gens qui font ce métier, journalistes, animateurs, techniciens, réalisateurs, je pense très fort à toute cette petite famille. Donc bonne fête de la radio, à toutes les radios publiques mais également aux radios privées qui font aussi un travail extraordinaire. Ahlem Reyes, RTCI. نسعى للتطور ونسعى دائما للتقدم وتقديم الإضافة للمستمع، وإن شاء الله دائما من حسن إلى أحسن. نحب نقدم تحية كذلك للسادة المستمعين اللي تابعوا إذاعة تونس الثقافية، ونحاول دائما نطوروا من برامجها ونقدموا كذلك الإضافة للسادة المستمعين. نقدم تحية لزملائنا في إذاعة تونس الثقافية، لكل المستمعين وكل الإذاعيين، وإن شاء الله دائما الإذاعة في تطور ومن حسن إلى أحسن. فتنة صالحي، إذاعة تونس الثقافية.